أهلا بكم. بلا شك أنه عضلة القلب عضلة شديدة الأهمية، والقلب عضو فيه من الإعجاز الخلقي، يعني شيء يصعب تفسيره ويصعب الحكي فيه، هنقعد نتكلم فيه أيام وليالي. عضلة القلب يا جماعة ممكن جدا يحصل فيها أشكال مرضية كثيرة، من صمامات قد يحدث فيها خلل، من شريان مغذي لعضلة القلب قد يقل الدم اللي واصل فيه وبالتالي يحصل قصور في الشريان التاجي، من إصابة في عضلة القلب بجلطة نتيجة برضو جلطة في الشريان التاجي، أو نكروز تتآكل جزء في عضلة القلب بسبب جلطة في الشريان التاجي، من خلل في عضلة القلب في العضلة نفسها، مرض غامض غريب مثير جدا اسمه كارديوميوباسي أو الاعتلال القلبي، يعني ملوش ترجمة بالعربي لكن نقدر نقول عليها كده، اعتلال قلبي غير معلوم السبب. كل ده ممكن يصل في عضلة القلب في الآخر ما تأديش وظيفتها. يعني إيه ما تأديش وظيفتها؟ عضلة القلب بتضخ عدد معين من لترات الدم، 5 لتر في الدقيقة. لو قلت قدرة القلب في إنتاج هذه الكمية من الدم يبقى هي بتقلل وظيفتها أو بيقل قدرتها على إن الدم ده يوصل للأورجنز، للأعضاء الجسمية كلها. أو ربما كمان إن عضلة القلب تطلع المطلوب منها 5 لتر لكن مش مكفيين الأنسجة. الأنسجة متطلباتها أعلى. في الحالتين هنقول إن عضلة القلب فشلت. إذن هناك قصة طويلة تبدأ بمرض، بحالة مرضية. هذا المرض قد يكون قصور واللي احنا قلناه ده كله مشاكل في الصمامات، وتنتهي بحالة مرضية توصف بأنها فشل في عضلة القلب. هذه القصة الطويلة النهاردة هنحكيها. النهاردة هنتكلم على تفاصيل هذا الطريق المثير المخيف أحيانا، واللي يمكن عندنا في السينما المصرية أو في الفكر المصري وفي الدراما المصرية وفي كل الأفكار المصرية هذه الفكرة هي الأكثر انتشارا. لو بصيت لكل أفلام السينما هتلاقي كل الأبطال أو لما بيحبوا يجيبوا مرض مثير درامي له طبيعة درامية يجيبوا مرض في القلب، يقول لك ده عنده القلب، من أيام أفلام عبد الحليم لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي الأفكار اللي عن أمراض القلب أعتقد فيها خلل لازم يتصحح، والنهاردة دورنا إن إحنا نصححه. النهاردة هنتكلم عن هذا الطريق الطويل، وبيسعدني جدا أن يكون قائد هذا الطريق واحد من الكبار من الصفوة، يعني سعادة ما بعدها سعادة، وطبعا شرف لينا أن نحوز على شرف لقاء واحد من الكبار والعمالقة في عالم القلب. والحقيقة هذا اللقاء لقاء خاص جدا، لأنه إحنا مش بس هنتكلم على طريق عضلة القلب وطريق القصور في عضلة القلب، هنتكلم كمان على طريق قسم من أقسام الهامة جدا في كلية الطب جامعة القاهرة قصر العيني، وهو قسم القلب والأوعية الدموية. طريق طويل من الكفاح وطريق طويل من الإبداع وتاريخ رائع ومستقبل وحاضر، نتمنى المستقبل يكون طبعا زي الحاضر، مشرق جدا ومبدع جدا. أستاذ الأساتذة وأستاذي وأستاذ القلب الشهير أستاذ الدكتور حسام أنديل، ما هي عضلة القلب؟ هذا الإعجاز الرائع في جسم الإنسان. الطب دايما بيحاول إن هو يظهر إن إحنا فاهمين كل حاجة وإن إحنا عارفين كل حاجة، فعلا وما أوتيته من العلم إلا قليل. قلب سليم الهيلثي ما نعرفش نوقفه. أنا بشبه التدخين بالإيدز، كل ما كانت الأكل اللي هو طالع من الأرض كل مكان ده صحي جدا بدون منافسة. هناك أسباب عديدة لفشل عضلة القلب غير الشريان التاجي، زي أهم سبب لهبوط القلب نمبر 1 نمبر 2 لحد نمبر 10 هو الضغط. الدكتور حسام إبراهيم أنديل أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب القصر العيني، زميل الكلية الأمريكية للقلب. طبعا الدكتور كمؤسسة والقاهرة والناس تتشرف بوجود أستاذنا الأستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور حسام أنديل، أستاذ ورئيس قسم أقسام أمراض القلب والأوعية الدموية، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، الاسم الكبير. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم. إيه الشرف الكبير ده، ونورت القاهرة والناس ونورت الدكتور. ربنا يحفظك. الحقيقة طريق طويل جدا، وفي النهاية في منطقة مهمة لازم نتكلم عليها، وهو قسم القلب والأوعية الدموية في كلية الطب قصر عيني، وقصر عيني ككل كمستشفى ليها مجهود. لكن خلينا نبدأ هذا الطريق بما هو أو ما هي عضلة القلب، هذا الإعجاز الرائع في جسم الإنسان. هي الحقيقة عضلة القلب هي
حاجة زي ما حضرتك قلت كده إعجازية، حاجة بتشتغل ليل ونهار 24 ساعة. أنا دخلت كلية الطب عشان أفهم إيه هي عضلة القلب، لكن الحقيقة أقدر أقول لحضرتك بعد دراسة طويلة وسنوات طويلة فعلا وما أوتيته من العلم إلا قليلا، إحنا مش فاهمين حاجة خالص يعني كطب وك يعني علم، اللي بيفهمه قليل جدا. عضلة القلب حاجة متميزة جدا مختلفة جدا، ولما بتقعد تسمع وتشوف هو القلب ليه بيشتغل، يعني ايه اللي بيشغله كده على طول، يتكلم على الاكشن بوتنشال وانه لما ينزل بقى والالكترولايتس تطلع وتدخل وصوديوم وبوتاسيوم، لكن ايه اللي بيعمل كده؟ ايه سبب الريزم ده؟ وايه سبب الاوتوماتيسيتي دي؟ وايه اللي يعني الاعجاز ده؟ المفهوم محدود جدا. يعني طبعا الطب دايما بيحاول ان هو يظهر ان احنا فاهمين كل حاجة وان احنا عارفين كل حاجة، انما احنا لما بنحاول نقلد عضلة القلب سواء بقى في جراحة القلب لما بنحط العيان على الهارت لانج ماشين، احنا بنلاقي مكنة اكبر من الترابيزة دي واصوات عالية جدا ومضخات ونقعد ندي ادوية سيولة وكمية طاقة كهربائية رهيبة، ويعني نبقى يدوب مصدقين عايزين بسرعة نخلص عشان نحط العيان تاني على القلب الطبيعي بتاعه. فالموضوع الحقيقة فوق فكر الشخص العادي، حاجة يعني سوبر. وزي ما حضرتك قلت كده، هو القلب بيضخ في الدقة الواحدة 70 سنتي، فلو قلنا هو بيضخ يعني في 70 دقة في دقيقة فيبقى في حدود 5 لتر بس، ده بيتغير مع النوم وتغير مع المجهود، بيتغير من دقة لدقة، مصاحب لده بريشر جوه السيركوليشن على حسب لو الواحد بيجري او بيعمل مجهود البريشر ده بيزيد، لو الواحد نايم البريشر ده بينزل. القلب في حجمه محدود جدا صغير، يعني لو جيت تجيب حاجة تعمل الشغل ده بتجيب حاجة ضخمة اكبر بكتير، الا انه طلعت حاجة ليفت فنتريكولا اسيست ديفايس بتركب وحصل فيها تطور رهيب جدا على مدى السنين اللي فاتت، بحيث انها ممكن بنحطها جوه الانسان. وعندي يعني بعض المرضى ركبوا الاجهزة دي، و يعني المريض بيبقى عايش لان هو مركب قلب بيساعد القلب في حالة من التوتر الدائم، لان هو بيبقى شايل البطارية بره، فلما بيجي العيان يزورني في العيادة تبقى المريضة خايفة، بتقول لي انا خايفة حد يفتكر ان الشنطة دي فيها فلوس تشدها، حد يشدها ويجري، ودي حياتها مرتبطة بيها، وان الشنطة دي فيها البطارية الرئيسية والبطارية الاحتياطي وداخل منها سلوك بتغذي القلب الصناعي، وانه بيبقى المريض دايما على ادوية سيولة، وانه بيبقى فيه صوت، وبعدين الفلو بيبقى كونتينيوس مش بلساتايل. فحياة الانسان بتختلف خالص، الا انه التقدم ده عمل فرق، ان الجهاز القلب الصناعي اللي هو بيبقى يعني محطوط مؤقتا ده بيدي فرصة لعضلة القلب في احيان كثيرة انها تسترد عافيتها تاني. فأنا ببساطة إن القلب مضخة فيها فايبرز بأشكال وأوضاع مختلفة، حاجات سيركولر وحاجات لونجيتودينال وحاجات بميل، وكله بيشتغل مع بعض في تناغم. والمقصود هنا بنقول القلب هو البطين الأيسر، لأنه البطين الأيمن الحمل عليه محدود جدا، لكن الشايل حمل الجسم هو البطين الأيسر. فحاجة يعني وصفها صعب، والفرجة عليها ممكن لما نشوف بعض الصور والفيديوهات متعة، يعني انك تقعد وتشوف ربنا حط الاسرار الالهية الاعجازية في هذا العضو. واحنا طبعا احنا عارفين انه انما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فربنا ربط القلب مش بس بانه هو كجهاز بيضخ، ده هو بيشعر وبيشوف وبيطمئن، يعني حاجة عالية جدا. هبدأ الطريق الأول من منطقة مهمة جدا، شاب أو رجل كبر في السن شوية، رجل متوسط العمر كان ماشي كويس قلبه سليم، شرايينه التاجية بدأت تتأثر. إيه هي الشرايين التاجية؟ هي دي المنطقة اللي هبدأ بيها في الأول. ده يعني ده سؤال مهم وسؤال هايل جدا، لأنه العضلة الرهيبة اللي بتغذي الجسم دي هي أول حاجة لازم تتغذى، فبيطلع شرايين تغذي العضلة دي بتتسمى تاجية، لأنك لو قلبت القلب كده يبقى عامل زي التاج، فالشرايين دي شبكة بتغذي عضلة القلب، في منها شبكة يمين وشبكة شمال.
الشبكة الشمال بتتفرع إلى أفرع أمامية وخلفية، والشبكة اليمين هي شبكة بتمتد للجزء الخلفي من القلب. فهو دي شبكة الشرايين التاجية المغذية للقلب. الشرايين دي بيحصل ترسبات تخلي حركة الدم جوه الشريان تقل، بحيث ممكن الترسبات دي ترسبات الدهنية على مدى السنين تضيق المساحة للشريان اللي مسموحة ان الدم يعدي فيها جوه الشريان. يقوم لما المريض يعمل شوية مجهود احتياجات القلب من الدم تزيد، لكن الضيق اللي موجود ده ما يخليش الدم يزيد بالصورة المطلوبة. يقوم القلب يعني يدي احساس للمريض ده ان في مشكلة، في شكل ألم في الصدر، يقوم العيان يقف. رغم ان الألم حاجة وحشة للمريض، انما حاجة مهمة جدا وحاجة كويسة بتخليه المريض يروح يكشف ويقدر يتعالج. ومن رحمة ربنا العظيمة انه الألم ما بنحسوش جوه القلب، لانه لو احنا بنحس بالألم جوه القلب كنا هنحس بالصمام وهو بيفتح وصمام وبيقفل، كنا حسينا بالقلب ان هو دلوقتي شغال كده كنا جننا. انما من كتر اهمية الموضوع ده ربنا حط الاحساس بتاع مشكلة في القلب في الصدر وفي الدراع، ممكن دراع الشمال او دراع اليمين او الاثنين مع بعض او الرقبة، اماكن مختلفة هي اللي بتدي القيمة ان في مشكلة مصاحبة للقلب. حضرتك قلت لي انه انت ما بتحبش كلمة الذبحة الصدرية. لانه كلمة ذبحة احنا في العربي اللغة العربية ذبحة يعني الذبح. هو ما فيش ذبح، هو فيش ذبح، هو انه ألم في الصدر. والألم ده بيتراوح، ممكن يبقى ألم بسيط، ممكن يبقى ألم شديد، وممكن يبقى متكرر. يعني هو ده احنا في الطب ده الاساس في التشخيص. لدرجة انه انك تقدر تسمع العيان وتسمعه كويس، عشان كده دكتور القلب لازم يقدر يقعد مع العيان ولازم ما يبقاش متعجل، لانه اذا ما سمعش العيان كويس مش هيشخص. حتى لو عمل قسطره، واحد يبقى عنده تيبيكال انجينا ومع نورمال كرونز بيبقى المشكله في المايكروسكليشن، لكن لا يمنع ان هو عنده انجينا. انجينا اللي هي ذبحه صدريه، اللي هي اللي هي الالم الصدر، واللي احنا بنسميه بالترجمه الحرفيه ذبحه صدريه. فالتشخيص ده له قيمه عاليه جدا. واحنا في الطب بندي قيمه مش بس الطب اللي بيمارس في مصر، في الطب اللي في العالم كله، يعني في كل الكتب العلميه انك تشخص ان في قصور في الشرايين بوجود تيبيكال انجينا في سن مثلا مناسب، فوق سن مثلا 50 سنه او فوق سن 60 سنه، في خصوصا في الويمن كل ما السن عالي كل ما القيمه بتزيد. لكن في الرجاله ممكن في سن اصغر التيبيكال انجينا دي يبقى لها سكور عالي. لكن لو واحده عندها الم في صدرها وهي سنها 30 سنه، حتى لو كان الألم ده تيبيكال، احتمالات وجود قصور في الشرايين بتبقى قليلة. يعني لازم يبقى السيناريو كله مظبوط. لماذا تتأثر عضلة القلب بقصور الشريان التاجي؟ إيه اللي حصل في القلب؟ ده سؤال هايل جدا، لأنه هو الشخص العادي مبقاش فاهم الحتة دي، يقولك جالي جلطة، ولازم الناس تبقى فاهمة إيه الفرق بين الجلطة وبين قصور القلب. قصور القلب إن أنا عندي تروية محدودة، عندي أرض زراعية بس المية اللي رايحة لها مش كافية، مش مكافية، فيدوبك بيفضل القلب يوظف نفسه على قد الدم اللي رايح له، ويفضل العيان يقلل من مجهوده ويظبط نفسه، لانه هو لما بيعمل مجهود جامد بيجيله ازمه فبيفضل مقلل من مجهوده. اذا حصل ان الجزء اللي الشريان بيغذيه حصل فيه تلف، يعني ايه تلف؟ يعني العضله انسجه عضليه حيه، وانسجه يعني ثمنها غالي. الانسجه العضليه بتاع القلب زي الانسجه العصبيه بتاع المخ، استبدالها شبه مستحيل وقيمتها غاليه جدا، والحرص عليها مهم جدا، لانه في فرق ضخم بين العضله الانسجه العضليه بتاعه القلب ومثلا الانسجه العضليه بتاعه العضلات العاديه. فالانسجه العضليه بتاع القلب اذا حصل لها تلف بتستبدل بانسجه ليفيه، ليفيه في قيمه اقل وملهاش صفه الانقباض، يدوبك عشان تحافظ على الحته اللي حصل فيها قصور في التغذيه واتقطع الدم عنها، تقوم مبدله الحاجه الغاليه دي بحاجه اقل في القيمه، ويا دوبك تستر الحته دي، تقوم ما يحصلش فيها انفجار مثلا. ان الحته دي دوبك تستبدل، وهنا على طول القلب بيفقد جزء من الوظيفه بتاعته. الكارديوجينيك شوك مثلا اللي هو هبوط الحاد ده بيبقى نتيجه انه 40% من عضله القلب حصل فيه تلف، ماتت 40% من عضله القلب حصل فيها مش بنقول لها انفاركشن بالظبط، حصل لها انفاركشن، انها فقدت القدره على انها تنقبض يعني لو واحد جاله انسداد في شرايين
وحصل ان الانسداد ده بيغذي مساحه ضخمه من القلب، فده بيجي لنا في اوضه القسطره بكارديوجينيك شوك. لو احنا دخلنا وفتحنا مثلا ال اي دي ولحقنا اللي هو ده الشريان الاساسي من شرايين التاجيه، الشريان الامامي الاساسي اهم شريان، قدرنا ان احنا نخش في الوقت المظبوط وفتحناه، ممكن تبص تلاقي العام في ثانيه خرج من الكارديوجينيك شوك، يقوم القلب يستعيد كفاءته تاني ويستعيد نشاطه قبل ما يحصل تلف في الانسجه العضليه. يبقى هو التلف الانسجه العضليه هو الذي يحدث ضعف في العضله. ايوه ان هو التغير النوعي في قيمه الانسجه من انسجه لها صفه الانقباض المستمر وانها بتتناغم مع بعضها الى انسجه اقل في القيمه وانسجه ليفيه. مش بس بقى بيحصل كده، الكهرباء كمان بتختل. الان اللي الانسجه العضليه بتاعته استبدلت بانسجه ليفيه بيبقى عرضه لحدوث الفنتريكولار تاكيكاردياز والاريزمياز والسادن ديث. المشاكل كلها بتبقى مرتبطه بانه الانسجه تم استبدالها. القلب السليم الهيلثي ما نعرفش نوقفه، لما تيجي تحاول نعمل له حاجه ما تعرفش توقفه، اللي هو كومبليتلي هيلثي صعب جدا. فلذلك الناس لازم تطمئن وتبقى عارفه ان ده خايف يقول لك انا قلبي وقف انا هوقف. فرحمه ربنا كبيره قوي ان القلب الهيلثي ما نعرفش نعمل فيه حاجه، الا اذا بقى انت لخبطت بقى حاجه في الالكترولايتس، عملت حاجه في الميليو بوتاسيوم وصوديوم في مستوى مستوى البوتاسيوم وصوديوم، اديته توكسين من بره، عملت حاجه لخبطت فيها الكيان بتاع القلب. قبل ما نروح للاعراض، في منطقه مهمه قوي، ودي منطقه يعني هتهم كمان شباب الاطباء والمرضى، لازم يفهموها كويس. ما بين تعرض القلب للسبب وما بين حدوث الهارت فيلير اكيد مش يوم وليله، اذا كنا بنتكلم على المزمن، الحاله الحاده دي قصه تانية وليها اكيد يعني محاضره اخرى، زي الاكيوت بالمرور القديمه او اكيوت هارت فيلير، دي قصه مختلفه. كنا بنتكلم على المزمن في القلب في الحاله دي، هل يستسلم ام يلجا لمحاولات تعويضيه، ام يلجا الى انه يحاول ينقذ نفسه زي ما بيقول؟ هو القلب فيري فورجيفنج، فيري فورجيف، يعني بيسامح جدا، ومهما يعني في بتبقى جلطات صغيره بتحصل بس ما حدش حاسس بحاجه، غلطات صغيره بتحصل ومش بس في القلب، في المخ، في كل ما السن بيزيد كل ما الحاجات دي بتحصل، الا انه فيها مرحله معينه بتبتدي بقى بتبتدي تظهر الشكوى، ان هو المريض متعود يطلع مثلا 3 4 ادوار سلم يلاقي نفسه طالع دورين، ان هو متعود ان هو يجري مسافه معينه يلاقي نفسه مش قادر يعمل نفس المجهود ده، ان هو ممكن يكون بينام بالليل يلاقي نفسه في عز النوم ابتدى ان هو بيصحى من النوم، انه بيلاقي رجله ورمت شويه، يلاقي نفسه بيتضايق، يلاقي نفسه يقول لك انا شايف نبض يا دكتور فوق في رقبتي هنا في نبض شغال، فابتدي القلب يعلن عن يعني القصور ده او عدم القدره على الاداء الوظائف بتاعته، يحصل ارتشاح في الاعضاء اللي هي مش قادر هو يضخ كل كميه الدم، تبتدي الكبد يحصل فيه احتقان، تبتدي الرجلين تحصل فيها ورم، تبتدي نفسه للاكل تقل، مبقاش قادر ياكل كويس. فدي طبعا بتبقى في مراحل متدرجه، بتوصل لمرحله ان هو يبقى بينهج وهو قاعد مريض يعني، ولذلك ديسني اترست، ديسني اترست، ولذلك هو يجي ينام على ظهره ويتخنق ويقعد عشان يدي فرصه يبقى مرصب. ويصحى من النوم على كرشه نفسه. دي ده باراجزيزم نوكتورنال، دي بقى بتبقى مراحل متاخره من المرض. كيف نعلم انه هذا الشخص من ناحيه الفحوصات انه عنده فعلا فشل في عضله القلب؟ في المراحل الاولى بيبقى مهم قوي تحليل البي ان بي اللي هو البرين ناتيوريتك بيبتايد. ده ايه ده بقى؟ لان ده بدا يبقى يعني الناس لازم تعرفه، وده شباب الاطباء لازم يذاكروه لانه حاجه جديده ومهمه. الان تي برو بي ان بي دي ماده بتطلع في حاله هبوط القلب، وبيبقى لها ارقام واضحه بنقدر نشخص منها ان في فيري ايرلي هارت فيلير. ده لو انا شاكك يعني عندي في ممكن ان انا اشوف العضله بالايكو مثلا والاقي الاجكشن فراكشن واطي خلاص، فانا شخصت ان في هبوط في القلب. لو انا واحد عنده دايستوليك هارت فيلير يعني مش سيستوليك، وانا مش متاكد هو عنده هارت فيلير ولا لا، وعملت له البي ان بي هقدر اشخص. فده من التحاليل المهمه اللي بتوريني ان في هبوط في القلب. الحاجات التانيه مش هتشخص يعني، رسم القلب العادي ممكن يوريك لخبطه في الضربات، لكن التحليل ده هو ده محوري في التشخيص في المراحل الاولى. لكن لما يجي لي عيان مثلا رجليه ورمه وما بينهج ومش قادر يقوم من على السرير، خلاص ده الموضوع منتهي يعني، مش هنا مفيش دايلما في التشخيص. لكن الدايلما بتيجي في المراحل اللي هي بدري او اللي هي المبكره. المبكره ده القلب الطبيعي في الايكو، ده القلب الطبيعي
احنا بس بنعلم الناس شويه او الشباب برضو الاطباء ده قلب في ايكو باين الصمامات طبيعيه ما فيش فيها مشكله. ده المايترال فالف ده الصمام المايترالي وده شورت اكسس ده مقطع بالعرض والتاني بالطول بالطول لو جبنا الكابيلاري ماسلز في المقطع ده الدايرتين دول وهنا ده فور تشيبر ده مبين الاربع غرف للقلب البطين الايسر قدامنا على طول تحتيه الاوزين الايسر وبعدين الصمام المترالي هنا ده تو تشيمبر ده البطين الايسر وده الاوزين الايسر يعني ده طبيعي كل ده طبيعي كل ده طبيعي وباين الكيكنج القلب وهو قادر ان هو يزق وبالالوان بيبان ان مفيش ارتجاع ده هنا قلب ديسفانكشنال مش شغال قلب هنا حاجه مهكعه خالص مش قادر ان هو يعني مش محتاجه واحد شاطر عشان يشوف ده لو طالب في طب هيستفيد جدا يذاكر شوف سبحان الله يعني لو احنا بصينا هو فعلا حضرتك قلت لنا القلب هو باين انه ضعيف مهكع فعلا مش قادر ينقبض مش قادر يضخ خالص بالعافيه بيزق بالعافيه غير العنفوان اللي كان شويه بين الاورطه هو الناحيه دي والاورتيك فالف ويعني طبعا دي عايزه يعني وقت في الشرح بقى التفصيل لكن احنا عايزين نعلم الناس انه يعني ايه ايكو الايكو اداه خطيره جدا الايكو للاسف الشديد انا طبعا بنصح الزملاء دكاتره ان هم يهتموا جدا بان هم ما يطلعوش تقرير الا ما يكونوا فعلا عندهم خبرة كافية لأنه أنت ممكن تطلع يعني تقرير أو تقول للمريض حاجة وما كانتش دي مظبوطة 100% بتسبب بلبلة وقلق جامد جدا عند المرضى فالإيكو ده جهاز خطير جدا ولازم يبقى سيرتيفايد في اللي بيعمله الإيكو ده وأنه يقدر يطلع بيانات مظبوطة ودي حاجة احنا في جامعة القلب المصرية حريصين على تنمية الموضوع ده وظبطه يعني انا بقى بطلعه كمان عشان شباب الاولاد اللي في كليه الطب لما يتخرجوا على الايكو يحبوه من هم طلبه صغيرين ده ممتع جدا ويبداوا هم يسعوا بعد ما يتخرجوا على طول هم ياخدوا بقى كورسات ويذاكروا ويروحوا ياخدوا انت بتبص على قدس الاقداس ده مهم قوي اتفرج على حاجه ممتع جدا جدا والاتقان بتاعه كمان بيبقى الواحد البريليانت فيه بيبقى مستمتع انت بتشوف بعينك التفاصيل والريزوليوشن في الاجهزه طبعا الحديثه عالي جدا دلوقتي في عندنا 3 ديمنشنال ايكو بتبقى شايف كانك القلب مفتوح قدامك تتفرج عليه عايز اروح لبدايات العلاج بقى اولا هنبدا نتكلم على النصائح العامه ثم ندخل على التقدم الدوائي ثم ندخل على الاجهزه كمان ثلاث مراحل هو القلب انا دايما بقول القلب ربنا خلقه يعيش 100 سنه القلب مخلوق لا يمرض يعني تنساه يعني زي ما بقول سلعة معمرة انت بتجيب التلاجة عشان تعيش بيها طول عمرك مش كل شوية يجي واحد بعكس مثلا الجهاز الهضمي اسهال ومش عارف ايه وترجيع وكل شوية ممكن يحصل حاجات لانه ده في الشارع والركب او الكحة والبلغم والرئتين او التهاب في الجهاز مثلا في البولي وبتاعه وانت حاجات يعني دي كلها حاجات على الشارع لكن القلب ده محطوط حتى يعني تلاحظ ده ربنا قافل عليه قفله محترمه جدا عليه حمايه ضخمه جدا ما فيش حاجه بالسهل انها توصل له يعني في صيانه رهيبه في الخلق وفي التركيب ان القلب ده مش اي حاجه وبعدين هو محطوط جوه سائل يعني زي زيت كده فالناس فاكره هو القلب عايم في ميه او حاجه زي سائل فما بيحتكش في حاجه لدرجه ان لو واحد التهب الغشاء اللي حوالين القلب ده النكد عم ينام مش طول الليل من الوجع ومن النفس وحاجه بسيطه خالص ان الغشاء ده بس التهب فالقلب كتركيب وحاجه زي ما حضرتك قلت اعجازيه يعني فوق الفكر العادي فالقلب معمول ان هو لا يمرض حتى انه الناس اللي هي عايشه في مثلا بحيرات الصين والاسكيمو الناس دي ضغطها ما بيعلاش وما بيجيلهاش اي تصلب في الشرايين ولا يحصل لها اي حاجه. يعني في ناس اصلا هي عايشه على الطبيعه مشاكل القلب دي غير وارده والبشريه لحد ما ابتدت تظهر بقى العربيات والريموت كنترول والتلفزيون والاسانسير والمظاهر الرفاهيه الشديده دي الانسان ما كانش وطبعا بقى اللي هو الاكل اللي هو يعني فاست فود والاكل الرهيب الاكل المصنع ده ابتدت الحياه تاخد منحى يؤدي الى ضغط جامد جدا على القلب وابتدى يبقى التدخين جزء من الحياه اللي هو
يعني ان الشاب جدع قوي ان هو بقى ايه يعني ده تمام قوي ان هو سوفيستيكيتد بيشرب سيجاره وفي الافلام وزي ما حضرتك قلت السينما دايما الممثل اللي هو يعني صاحب القرارات العظيمه او المحبوب قوي اللي هو معاه الدخان يعني بيتكلم في كامل زمان كان بيطلع اللي هو الشاب اللي قاعد في القمر يعني طبعا دي لو الحلقه النهارده ما فيهاش الا الحته دي تكفيني انه احنا لما ظهر التدخين ما كانش فيه لا فرامنجهام ستادي ولا كان حد عارف التدخين ده هيعمل ايه. انا بشبه التدخين بالايدز. انا بقول للعينين بتوعي انه السيجاره زي المراه الفاسده مش هتسيبك الا لما تدمرك ولازم تبقى عارف انها يعني مش ممكن هيبقى في منها فايده. ومن ضمن الحاجات بقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شر ما خلق هو جزء منها جاي في الدخان التدخين ده وربنا قالها اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من ضمنها هو موضوع التدخين. ولما نحط ريسك فاكتورز هيجي التدخين ده نمره واحد. يعني اعمل اي حاجه بس التدخين ده هيبقى نمبر 1 مش الضغط مش السكر ابدا التدخين. ولما حضرتك تيجي تسافر في اي شركه طيران ما ينفعش تدخن. لما توصل البلد هناك في اوضه كده حاطينها اذا عايز تخش تدخن في اوضه اللي هم المعذبين دول خش تدخن فيها. ولما تروح توصل اذا كان بقى امريكا كندا اوروبا في باركنج لوت بره ما تقعدش تدخن جوه. فهم ادركوا خطوره التدخين وقدروا ان هم ياخدوا اجراءات لانه من حق الطبيعي ان انا ما حدش يدخن في وشي دخان مش مظبوط. وتيجي مريضه مثلا عندها مشكله في الشرايين من ضمن الاسئله هو زوج حضرتك بيدخن؟ تقولي ايوه دكتور ده كان بيدخن. وكثيرا تقول لك ده توفى الله يرحمه بقى انما قاعد يدخن معاها سنين طويله. وجزء كبير المشكله ان هي كانت بتدخن سلبي واصابها الشرايين والمشاكل من التدخين اللي هي كانت بتعيشه بقى. فالموضوع ده موضوع احنا يعني محتاجين لانه البلاد اللي بتنتج الدخان بتصدره للبلاد اللي زي عندنا وكل مكان يعني معدل التعليم اقل وكل مكان يعني الفكر اقل كل ما انتشر التدخين. وكل مكان يعني انا نفسي ان احنا في كل يعني مؤسسات العلميه وغير العلميه واي اجتماعات موضوع التدخين ده يبقى يؤخذ يعني بجديه بعين الاعتبار. كنت لسه قاعد مع صديق ليا كان عنده مشاكل في الشرايين التاجيه وقاعد بيشرب السيجاره. لا الموضوع اصل الموضوع ده علم كبير. موضوع التدخين في مريض بيوصل بيه الامر من كتر ما هو بقى متعلق وانسكته متعلقه بالتدخين يقول لك في الرعايه دكتور انا عايزك تبدل لي الاكسجين بتاع الاكسجين ده بانبوبه فيها سجاير. يا لهوي من كتر ما هو خلاص في الرعايه وبيموت. انما هو من كتر ما حصل تسمم في انسكته وحصل له ادكشن ادكشن هو خلاص هو حياته. ولذلك مش اي واحد تقول له بطل بقى كده وخلاص. لا دي لها بروسيدرز ولها علم ان هو اللي هو الكول تركي بطل كده ده لو سكسس ريت في بعض الاحوال. لكن في ناس محتاجه انها تقلل بالتدريج وتوصل لمرحله وبعدين يوم عيد ميلاد بنته او يوم حد يكون مثلا هو مرتبط بيها جدا يقرر ان هو مش هيدخن في اليوم ده. لانه في سجاير هو بيخش بيها التواليت في سيجاره هو ما بياكل لازم ياخد سيجاره او في ناس اول ما تصحى النوم. ففي درجات للتعلق بالتدخين وفي طرق للتعامل معاه وفي ناس تخصص حياتها ازاي انها تكون كونسل الناس اللي بيدخنوا دول. ونظبط موضوع التدخين طبعا الاكل ناكل من الارض افضل حاجه. أيوة. والاجهزه المساعده للهارت فيلير حضرتك قلت لنا على اللفت انا في قبل ما اخش في دي المشي ليس للانسان الا ما سعى. واضح ممكن واحد يسعى على الكنبه واحد يسعى على الكرسي او في السرير ما فيش سعي في دول. سعي مشي ليس للانسان الا ما سعى. وما قالش ليس المؤمنين ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. فالجزء بتاع الحركة والمشي ده أساسي في الويل بينج لازم يتحرك ولازم يمشي. ولدرجة إنه في حاجة خطيرة جدا إنه الشخص اللي ما بيمشيش المشي عنده محدود النيتريك أوكسيد ليفلز عنده بتقل. النيتريك أوكسيد زي ما حضرتك عارف هو ده أهم حاجة مسؤولة عن الإريكشن. ده مسؤول عن الانتصاب ده بيوسع الشرايين بتاعه العضو الذكري والماده الفياجرا دي مسؤوله انها تزود النيتروكسايد.
فلما النيتروجين اوكسايد بيقل ده ربنا عمله حمايه، لانه الشخص اللي ما بيمشيش ده يمكن ما يقدرش يجيب رزق العيال، فربنا بيرفع عنه حته ان هو يقدر يخلف عيال. فيقوم يبقى العدل. لذلك في ناس تلاقيهم حريصين جدا ان هو يبقى بيعمل اكسرسايز عشان يحافظ على ان هو الاندوثيليم بتاعه يبقى شغال كويس. فجزء تاني اللي بيحسن النيتروجين اوكسايد ده هو الحاجات الخضراء اللي هو الجرين فيجيتابلز والاكل اللي هو فيه الحاجات الخضراء دي بتطلع النيتروجين اوكسايد وبتحافظ على. الناس فاكره انه اللحمه والسمك والفراخ والبط والحاجات دي، لا خالص. الحاجات دي يقول لك اكل اكله تقيله، الحاجات دي مرتبطه لدرجه ان هم الماراثون رانرز كميه النيتروجين اوكسايد عندهم عاليه جدا، بغض النظر عن سنهم ممكن واحد يبقى سنه 80 سنه بس الفانكشنز عنده كله كويسه لانه هو بيقدر يمشي ويتحرك. ودول الناس بتشوفهم في كل حته في العالم، يعني الناس انهم كبير ممكن يبقى في السعوديه مثلا واحد كبير في السن بس نشيطه بيمشي وتلاقي حياته متجوز وهو عنده عيال وسنه 80 سنه. خد على انه يرفع مستوى النيتروجين اوكسايد على طول، خد على انه هو اكتف وبيمشي ويتحرك. الاجهزه المساعده لعضله القلب وصلت لمستوى مرضي الان؟ الى مستوى الحقيقه مختلف عن زمان. زمان كان الترايلز بتصرف مبالغ ضخمه جدا، والعيان لما يعيش مثلا 6-7 ساعات بفرحانين قوي ان هو اتحط يعني عاش 6-7 ساعات. دلوقتي العيانين بيروحوا بقى الديستنيشن ثيرابي، يعني الليفت انتريكال اسيست ديفايس از ديستنيشن ثيرابي كاجراء نهائي للمريض. خلاص هو هياخد الجهاز ده ويروح بيه البيت ويبقى البطاريه موجوده وبيروح يتابع كل فتره ونطمن عليه، لان بقت هي دي الديستنيشن بتاعه اللي هو ان هو يحط اللي هو مصيره. خلاص الليفت انتريكال اسيست ديفايس ده بياخده ويروح بيه وبيتعايش معاه. في ناس حياتهم يعني متوازنه جدا مع الاجهزه دي. طبعا الاجهزه دي غاليه جدا، يعني انا يعني ما احبش انه الناس تقول ايوه حط لي بقى ايه، كل واحد عايز جهاز، لان الحاجات دي حاجات معموله يعني ما هياش في الجايد لاينز انها روتين، دي حاجه معموله لبعض المرضى بحيث انها تقدر انها توفر له حياه مختلفه اذا فشلت كل الاجراءات الاخرى، واذا ما عندوش فرصه ان هو يتحط له قلب يتزرع قلب مكان القلب ده، فده بيبقى هو ده الحل المؤقت بتاعه. ودي حصل فيها تطور ضخم جدا، وكل شويه يطلع جينيريشن جديد، وكل ما يعني بتطلع نوع جديد بيبقى مور فريندلي، الناس بتقدر تتعايش معاه وتبقى مركباه والبطاريه عمرها يعيش اطول. يعني كلها حاجات في انها تدي فرصه انه الجهاز يبقى ليس كومبرسم ما بيضايقش العيان والبطاريه تعيش اكتر. انما انا دايما لما بيجي مثلا عيان عنده مشكله في الصمام، حتى لو الصمام الطبيعي بتاعه مثلا كفاءته اقل شويه وهو متعايش معاه، انا بقول له الصمام الطبيعي احسن بكتير قوي من اي صمام صناعي، مهما كان الصمام الصناعي ده هايل ومتطور. زي ما يكون واحد ماشي على رجله بيزك عليها، رجله الطبيعيه اللي ربنا خلقها له احسن بكتير قوي من نقطعها ونحط رجل حديد. ما بنعملش كده الا اذا حصل غرغرينه، حصل تلف كامل في العضو نقوم نقدر نشيله ونحط حاجه ثانيه كاستبدال ليه. انما طول الحاجه الطبيعيه ما هي موجوده هي دايما بتؤدي بشكل مختلف تماما واحسن عن اي حاجه صناعيه. ضيف العزيز كان ضيفي في الدكتور، وكالعاده دائما اقول القصر العيني هذا هو او هؤلاء هم رجاله، رجال القصر العيني، فخر الطب المصري وقمه الطب العربي، وايضا المنصه الكبرى في وسط الطب العالمي. خليكم دايما مع الدكتور. واحد من القمم الكبيرة في عالم الطب النفسي ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم، الأستاذ الدكتور سعيد عبد العظيم. حاسس إن الدنيا ملهاش معنى ولا طعم، ومش حاسس بإني سعيد ولا مبسوط. وهنا بقى دي مرحلة النهاية اللي هي أحيانا بتبقى فجأة. كلنا جوانا مناطق ضعف بس متلصمة. بماذا نشعر؟ بماذا نحس؟ بماذا نشعر بالراحة أو ما نشعرش بيها؟ نشعر بالسعادة، نشعر بالمتعة، نشعر بالغم، نشعر بالنكد.
يعني احنا ما بين هذا وذاك. ويبقى الحياة كلها لها معنى لها، اللي هي مشكلة غياب الضوء وغياب الشمس.